الكثافة السكانية هي مقياس تستخدمه الدول لتقدير معدل عدد الأفراد القاطنين في وحدة مساحة الدولة، ويستخدم أيضاً لتقدير الكثافة السكانية للمدن أو لأي مكان مأهول بالسكان، ويعبر عنها بالعلاقة التالية: الكثافة السكانية تساوي حاصل قسمة عدد السكان في منطقة ما على المساحة الكلية لتلك المنطقة. ويمكن أن نحسب الكثافة السكانية للمملكة العربية السعودية كما يلي: عدد سكان المملكة العربية السعودية حسب إحصائيات عام 1431 من الهجرة هي 27,137,000 نسمة. مساحة المملكة العربية السعودية هي 2,000,000 كيلومتر مربع. فالكثافة السكانية للمملكة العربية السعودية تساوي 27,137,000 نسمة على 2,000,000 كيلومتر مربع، تقريبا يساوي 13 نسمة ونصف لكل كيلومتر مربع.